عسلامة. عسلامة. لاباس؟ الحمد لله عايش. عسلامة. مرحبا. لاباس؟ الحمد لله. عرفني علي. انا رؤى من قلعة الاندلس. وانت؟ روين من قلعة الاندلس ونقرا كوافير. رؤى، يقولوا البنات يغيروا من بعض، شنو رايك؟ يمكن اي يمكن لا. كيفاش اي وكيفاش لا؟ فما بنات يخي سبحان الله، هي مش الغيره كل شيء غيره، فما حاجات تنجم تغير منهم وحاجات لا تحزك، فما حسد زاده وفما غيره وفما فهمت. هي ما نعرفش، حتى اي انسان ينجم يغير منك، بنت عمك مش حتى صاحبتك برك، يعني من الاقارب زاده، اقارب، بنت عمك، بنت خالك، ولد بنت حومتك، فهمت. وانت شنو راي؟ ساعات تبدا صاحبتك اقرب الناس ليك وتعمل روحها تحبك وكل شيء، وفي الاخر قالت تصير فازة ولا اي حكاية تظهر الحقيقة. تعمل انت قلت توا تعمل اللي هي تحبك، يعني فما تمثيل هنا؟ ما تمثيل، اي تبدا تبوس وتعنق وكل شيء، وكتصير فازة هكا مثلا انت باش تستحقها ولا حاجة، تجبد روحها ولا فهمت، ولا تجي مع عدوك، ولا انا ما قلتلكش اجا معايا، ما اجا مع الحق، فهمت. بخلاف الغيرة، شنو الحاجات الأخرى اللي تنجم تكون بين البنات وتعمل مشاكل؟ ما نعرفش، يا أخي فما ناس حتى تشوفك فرحانة قلب قلوبهم يوجعهم، فهمت، مش حتى فما كيكة، فما ناس ما يحبوش الفرحة للناس، سبحان الله. عرفت منهم البنات هذوما ولا لا؟ بيع يا أخي، أي إنسان باش يتعدى بيهم الحاجات هذوما سوى أنا ولا غيري. كيف ما حكيت انت تمثيل، انت كيفاش فقت بالتمثيل هذا؟ انا قلت لك بالمواقف تفيق بكل شيء، بالمواقف تكشف على حقيقة كل انسان. انت اليوم عندك صاحب بتأدي بيها يعني الحاجه هذه وفهمت جديده قلت باش نسالك برشا، فهمت، ما عندهاش برشا الحكايه، ما عندهاش برشا. شو اللي صار بالضبط؟ نحكي احكي نورمال، احكي لهم، احكي لهم على الفازة. هذه طفلة معناها جيت نيت كي دخلت نقرا، جبت وريتها ثنية ووريتها معناها الدومين اللي نيا فيه وكل شيء، هي ورتها كل شيء، كل شيء هي، يعني هي ما كانتش يعني احنا خاطرنا من بلاصه بعيده يعني ما تعرفش الدنيا وكل شيء، وهي جابتها معاها ورتها ودخلوا يقروا شجعتها كل شيء، وكي تلمست يعني جات الفرصه باش معناها تصاحب العدو نتاعي وتجيبه للبلاصه اللي معناها هني ندور فيها وكل شيء، معناها تعرفني حاجه ما نحبهاش عملتها، وكان لي مش صافيه معايا من الاول، يعني ماهيش صافيه معايا وظهرت الحقيقة وتاحت المسكوات، نقولوا احنا ربي يهديهم. تمثيل، فهمت، هي حاجة باهية انه تصير معنا الحاجات هذوما، راهو باش المرة الجاية كي يعرضك انسان بالموصفات هذوما باش تعرفوا، فهمت، هكا تعرفوا من الاول باش ما تكملش معاه. انت ما تنتقمش؟ ليه ما ننتقمش؟ ليه حاولت تعمل هكا دي جيست هكا تقول بشميتها فازتها، يعني حتى تجينا الفرصة باش نرجعوا فازتنا ما نرجعوش، ما تربيناش عليه الشيء، حد كاللحظة وبعد يمشي على روحه، يعني حتى كي تهدد وكل شيء كي يوفى الغش يوفى كل شيء. جيست متاع صاحبتك هذه، أنا نحسك معناها غيظتك الحكاية على الأخر. بالطبيعة، خاطر كالي بقينا بريود، كالي ضحكنا ولعبنا حتى لنا هنية وزيدا جوك عيطونا برشا التلفزة وكل شيء، أنا كالي صارت برشا فزيت وبرشا تصاور وبرشا حكايتها ما كو ماني نعرشني. علاش ما حكيتش معاه؟ ولا كيفي؟ ما عندك تحكي، شنو تحكيش مع واجهها يعني؟ ما تواجهش، هي تعرف ما غير حتى ما تواجهها، فهم، تعرف روحها وكذا. الجست هذه اللي صارت تخليك انك تعمل نفس اللي عملته مع طفلة اخرى ولا يزي؟ انا كي شتويت يا ونولي وغادي تولي تعرفين تحط ساقيها وكاهو، فهمت، سامحني من الاول ماكش باش تعرف الحقيقة، يعني أنا مش العباد الكل كيف كيف تنجم، فما البي وفما الخايب، الموصفات اللي تعدت بيهم قبل مع طفلة أخرى باش تبعثها من الأول، ما تكملش معاها باش تزيد تعاود نفس السيناريو، فهمت. معيار تختار بيه صاحبتك؟ بالطبيعة يا أخي. هو المعيار هذا شنو؟ الأول نحكيهم من الأول،
بعد خاطر من بعد تبيع. انا ما نمشيش مع الصحبه برشا راهو يعني ما نحبش الاصحاب، هو ديما قلل ودلل فهمت. صحاب ما نعرفش، فما صحاب يعني صحاب حدنا نشربوا قهوه نقرا ونمشوا مع بعضنا ونروحوا حدنا حد فهمت. ما فماش صحيح كل شيء، ما فماش هكا الاصحاب هكا اللي باش تحكي لها كل شيء وباش تعطيها سرك، خاطر انت باش تعطي لصاحبتك سرك عباره عطيتها سهم يجي نهار اخر تضرب كبيره فهمت. ابار صحاب ابار خويتك ما عندكش صحاب والله. صاحبتك هذه البحذية حبتي وبنت حومتي ونحبها وكل شيء فهمت، كل حاجة في بلاصة. صحيت خويتك، خويتك راهو لا تقول لي خويتك جايبتهم، جابتهم الأيام لا حط شيء. أنا دور دور في الأخر ما تلقى كان خويتك وداركم وبوك وأمك وكا، ما فماش صحاب في هالدنيا هذه من الأخر. هاي هذه الكونكلوزيون، ما فماش صحاب؟ ما فماش بالرسمي في وقت مع الوقت تتبدل. ما عادش وقت، ما عادش حتى كان فما اصحاب بكري توا ما عادش اصحاب. اصحاب اصحاب مصلحه، اصحاب مصلحه واصحاب. اسمعني شفت حاجه، صاحبك ويخليك ويمشي زيد بالرسم، جيبك وذريعك وفلوسك وخدمتك وتقدمك وشهيدك اكاهو. ما فماش اصحاب ابار هذا، ما فما حد شايره يكذب عليك. فلوس انت اول حاجه حكيتها. اي بالطبيعه ذوك ما خاطر في خيفه ما اجا بلاش فلوس، هي تو ما زلت انت حتى الخطوه ما عادش نجم تمشي حتى خطوه بلاش فلوس. ما حاجات ما نشروهمش بالفلوس. صحيح صحيح. ما الحب. اي الحب هذيك حاجه اخرى، الحب تدخل في دوا في حاجه اخرى جمله. الحب. ايوا على الفلوس تو، صحيح الفلوس معناها لازمنا فلوس باش نعيشوا، اما مش الفلوس تجيب كل شيء. اي نعرف حاجه طبيعيه هذيك حاجه نعرفوها الناس الكل، اني الفلوس ما تجيبش كل شيء راه فهمت. لا تنجم ثقه تشتريها بالفلوس، لا تنجم حب، لا تنجم حط شيء. الثقه ليه حتى حد امك وبوك واخواتك والباقي ليه، حتى انسان ما تعطي فيه الثقه. ديما كمحطاطة ديما ماخذة حذرك، لازمك ديما لازمك حذرة يعني انت تتصور انه ما تعرفش على الضربة منين باش تجي. صحيت اي اكزاكتومون، ما تعرفش الضربة منين تجيك، تنجم حتى من اقرب انسان ليك العائلة الموسعة. تنجم تكون خاصة العائلة عاد العائلة بالرجل فيها العائلة تي عائلة على الحيط. كيفاش بيها العائلة؟ شبيها العائلة؟ ما نعرفوا لبعضكم وضحكتوا. خاطر صايرت لنا حاجات مع العائلة يا أخي. أما أسرار. أي بالطبيعة كل دار فيها أسرار. كل كلمة الختام شنو تحب تقول؟ شو نقول لك؟ ما عندي ما نقول لك، ما تعطوا ثقة في حد وكاهو، ما تعطوا ثقة في حتى إنسان في الدنيا. ما عادش فيها الدنيا أصحاب بالرسمي.